دار كناوة من بعد الترميم ديالها راه غادي تصبح مركز ديال الإشعاع الثقافي الموسيقي ديال كناوة والثقافة ديال كناوة. فجاب الله سيدنا تبرع علينا، كنشكر الوالي ديال طنجة اللي وقف معنا ووقف ديال الرجال. كاين اشتغال حقيقي على النسيج ديال اعاده الاعتبار للتراث ديال المدينه القديمه، وهذا الاشتغال اللي كيتعمل الان في المدينه القديمه بكل صراحه غير مسبوق. والهدف ديالي ان شاء الله ملي نكمل هاد الشيء هذا غادي نرد الفضيلة طنجة. البناية اللي كانت واجدة وحدها هي دار كناوة. دار كناوة كانت في الأصل مسكن ديال الفنان التشكيلي الإسباني خوسي تابيرو، جوزيف تابيرو. جوزيف تابيرو هذا جا لطنجة يعيش في طنجة في الأواخر ديال القرن 19، بمعنى في 1877. وفي ديك الوقت هذاك بقى اقتنى هاد الدار هادي وسكن فيها حتى توفى في 1913 هنا في طنجة. أما الترميم ديال دار كناوة فكنا في الحاجة إليها، ولكن ظروفنا مادية ما عطاتناش، ما قدرناش. وجاني هاد الشيء غالي بزاف لأن عندي أسرة وعندي تخال في البيت. فجاب الله سيدنا تبرع علينا، وكنشكر الوالي ديال طنجة اللي وقف معنا وقف ديال الرجال، الله يجعل البركة بنتالو. فالحمد لله أنا فرحان الآن. ما هادي واحد الشهر فات كنت عيان بزاف، ما اليوم بديت كنترجع شيئا ما. والهدف ديالي إن شاء الله ملي نكمل هاد الشيء هذا غادي نرد الفضيلة طنجة. طبعا عبد الله الكورد ملي غادي يتلاقى بالخير المعلم كناوي، ملي غيتلاقى راندي ويستون اللي غادي يجي يعيش في طنجة في الستينات، غادي يتعرف معاه في 1967. وطبعا هنا غتبدا ديك فيزيون ما بين كناوة والجاز. هذه اول تجربه في المغرب اللي بدات ديال كناوة والجاز، وهاد التجربه هذه عطات المهرجان اللي غادي اسسه راندي ويستون، اللي غياسس هذا المهرجان ديال اول مهرجان ديال الجاز في طنجة في عام 1972. طبعا من هذه التجربه هذه عبد الله الكورد غيبدا يحلم انه يخلق دار كناوة اللي غتكون كتهتم بالتراث كناوة والذاكره ديالها، وتصبح كمزار ديال الفنانين والباحثين في العالم، العالم كله. وبالتالي تكون واحد الموقع قدم ديال التجارب ديال كناوة اللي كاينين في المغرب كاملين، اللي كيدوزوا من هنا كيدوزوا من دار كناوة طبعا. فعبد الله الكورد غادي يقتني هذه الدار وغادي يسكن فيها هو والأسرة ديالو. طبعا المسؤولين من اللي عرفوا أن عرفوا القيمة التاريخية والثقافية ديال هاد الدار هادي حولوها إلى الملف التراثي. طبعا أصبحت ماشي منزل أي للسقوط، بل دخل في النسيج ديال البنايات التراثية اللي غادي يتم الترميم ديالها. وكنعرفوا أنا أن الدور الأيلة للسقوط هذيك إما كتخضع للإصلاح وإما لإعادة البناء، في حين أن الدار في حال دار كناوة اللي هي دار ديال التاريخية كتخضع لمعالجة أخرى، بمعنى أنها كتخضع للترميم. وباش تخضع للترميم طبعا الدراسة ديالها كيطوالوا، لأن الترميم ديالها غادي يتم الترميم ديالها مثلا الزليج على ليدونتيك سيتادير غادي تصبح على كنسخة يعني كأصل طبق الأصل ديالها، كبناية ترجع للأصل ديالها كيف ما كانت البداية. وهذا الترميم هذا كيحتاج طبعا دراسات، مكاتب ديال الدراسات كتكون متخصصة في التراث، المهندسين كذلك، المقاولة اللي كتكلف بالترميم كتكون مقاولة متخصصة في الترميم، ماشي مقاولة عادية. فهادشي كامل كيتطلب وقت. فالآن دار كناوة كيف ما كتشوفوا الأشغال بدأوا فيها، وطبعا هذا مركز ثقافي غادي يكون ملي غادي يوجد غينطاف إلى النسيج المراكز الثقافية اللي صبحت الآن في طنجة، والمعالم الفنية اللي صبحت الآن في طنجة، لا في القصبة ولا في مدينة قديمة. كاين اشتغال حقيقي على النسيج ديال إعادة الاعتبار للتراث ديال المدينة القديمة، وهذا الاشتغال اللي كيتعمل الآن في المدينة القديمة بكل صراحة غير مسبوق.
انا ولد مدينه طنجة لاول مره يعني كنشوفوا هذا الاشتغال يعني بهذه الضخامه ديالو بهذه الاهميه ديالو والميزانيه المرصوده والشركات اللي كتستغل تشتغل فيه والمتخصصين سواء كانوا مهندسين او لا مكاتب دراسات الى اخره كلهم متخصصين في مجال التراث الى اخره. بالاضافه للمساله المهمه جدا اللي ما خصناش ننساوها هو هذا الشيء كامل كيتعمل بالتنسيق مع المجتمع المدني. التنسيق مع المجتمع المدني ماشي ككلام يعني في اجتماع واش الى اخره لا كي تم دمجهم. وانا من الناس اللي حضرت في هذه الاجتماعات اللي كيدمجهم حتى في القرارات اتخاذ القرارات التقنيه وفنيه وحتى اللون تم استشاره ديال المجتمع المدني حتى في اللون الى اخره. وهذا اشتغال يعني بكل صراحه كنحيوا عليه السلطات كنحيوا عليه الجهات المختصه في جميع الاختصاصات. فهذا اللي يمكن تقالوا. طبعا دار كناوة من بعد الترميم ديالها راه غادي تصبح مركز ديال الاشعاع الثقافي الموسيقي ديال كناوة والثقافه ديال كناوة. وكنظن يعني ربما صدفه التاريخ او صدفه الجغرافيا او صدفه الذاكره ان هذا دار كناوة جات مقابله للمرسى بمعنى مقابله للميناء. والميناء هو باب ديال المغرب ديال طنجة الباب ديال المغرب الأوروبا وباب ديال أوروبا على إفريقيا. فطبعا هذا المركز الثقافي ديال ثقافة كناوة غادي يكون بمثابة يعني منار للثقافة ديال الجذور ديال الثقافة المغربية الإفريقية الحقيقية والزنجية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.